بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على المكبوطين، رئيس غرفة الصناعة التقليدية جهة فاس مكناس. المشاركة ديال في الجناح، المشاركة ديال غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس في الجناح المغربي في القرية العالمية ديال دبي، اللي هي كتكون من 37 دولة، والجناح المغربي اللي هو فيه 3000 متر، والغرفة أنه شافت على أنه خص تشارك في هذا المعرض هذا اللي غيستافدوا منه تقريبا أكثر من 24 مقاولة مشى الفوز كله تيتناوبوا على الجن على 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 الرواق ديال غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس. هذا الرواق اللي هو فيه أربعة ديال الصناع، تيكونوا أربعة ديال الصناع اللي كيمشيو من كل حرفة، والآن بأنه الفوج الثالث هو اللي راه هو غادي، لأن كيبدا من 30 في شهر 11/2018 حتى 6 في شهر 4/2019، اللي هو فيه 5 شهور، وقسمنا على 20 يوم 22 يوم تقريبا لكل فوج. ويعني كانت زيارة، ودرنا قمنا بزيارة مع السيدة كاتبة الدولة، وكانت زيارة موفقة، وكان يعني واحد العدد ديال الرواج، وكان الناس الصناع فرحانين، والجناح المغربي كيتميز بواحد الحضور اللي هو حضور كبير، وحتى على صعيد القرية العالمية في الجناح المغربي، لأنه كل من اللي كيشتغلوا في الجناح المغربي كلهم مغاربة، وكذلك الناس اللي كيديروا التنشيط في الحرف هما حرفيين مغاربة، ومن جهة فاس مكناس من الغرفة اللي اختارتهم. يعني كاين واحد الإقبال كبير في المعرض ديال في المعرض ديال الصناعة ديال دبي ديال القرية العالمية. يعني هذا معرض اللي هو تجاري وعنده واحد الإشهار عالمي، وكيجيو له بحيث أنا تنقدر العام السنة اللي فات أنه كان تقريبا فوق 6 مليون زائر لهذ القرية العالمية، اللي هي يعني حتى المتر كاري كيتكرى بواحد الأثمنة باهظة. كنا محظوظين أنه دائما هذا العمل هذا درناه بشراكة مع جهة فاس مكناس، مجلس جهة فاس مكناس. المعرض الأول دار ديال الخشب موضوعاتي، والآن راه هو في 25 في شهر 1 كاين المعرض ديال المعادن، وكذلك غادي يكونوا في الأربع شهور الأولى غادي يكونوا جوج المعارض الآخرين اللي غادي يكونوا من هنا لشهر 4 أو شهر 5 إن شاء الله قبل رمضان. غادي يكون المعرض ديال الزليج وديال المنتوجات الجلدية ديال المصنوعات الجلدية بجميع رمتها، وكذلك الزليج الفاسي والخزف. عاوتاني كذلك يكونوا معارض وطنيه اللي هما غادي يكون عندهم الشكل الحجم ديال المعارض الخشب ان شاء الله تعالى. بالنسبه كي كتشوف الصناعه التقليديه في الجهه؟ الحمد لله كاين اشاع كبير، وكاين مجهود جبار لا من طرف المجلس الجهه ولا الجماعات هذه، ولكن كذلك السيد الوالي والاستاذ العمال اللي عاطين واحد الدفعه قويه لقطاع الصناعه التقليديه، ومآمنين بان الصناعه التقليديه في هذه الجهه هذه خصها دعم، وانهم كاين دعم كبير تبارك الله ان شاء الله تعالى. نتمنى لكم التوفيق. شكرا.